زي ما شفنا تقرير من ناشئات كره السله وكابتن سيد صابر، لازم نشوف تقرير عن ناشئين الكره الطايره، تقرير مع كابتن محمود فرج، اكيد هيتكلم على مراحل الاعداد، واكيد هيتكلم على ناشئين الكره الطايره استعدادهم للموسم الجديد ايه، لان فعلا ما شاء الله ناشئين الكره الطايره في النادي الاهلي في حته تانية خالص في العالم، ما شاء الله مش هنحسد حد، لكن هنقول ان هم ما شاء الله ادوا اللي عليهم السنه اللي فاتت، نتمنى لهم في المرحله اللي جايه باذن الله يكونوا عند حسن ظن الجميع. هنخرج تقرير عن الكره الطايره وفاصل، ونرجع نستقبل ابطالنا الكبار، ابطال السباحه شباب او ناشئين وناشئات في البطوله الافريقيه اللي اخيرا اللي فازوا بيها بميداليات كثيره. شكرا. بدأنا الموسم من شهر نص ستة، الولاد خلصوا امتحانات وجم انضموا للمدربين بتوعنا، وكل مدرب عمل خطته، بحيث وصلنا لشهر أول تسعة كل الفرق بتلعب ماتشات ودية استعدادا لبداية الدوري. الدوري عندنا يبدأ الجمعة الجاية لفرق ال 15 وال 17 وال 19. الميني فولي هيتأخر أسبوعين كمان، فده ماتش ودي اللي خلفيه ورانا دوت مع نادي سبورتنج جاي من اسكندريه، استعدادا لماتشاتنا هتبدا الجمعه الجايه ان شاء الله، فريق 15 سنه وربنا يوفق ان شاء الله. الاهلي ده يعني دايما بيلعب على المركز الاول، المركز الثاني بالنسبه لنا زيه زي الاخير، فبالتالي احنا حتى ما بنعملش ماتشات وديه مع اي فرقه، يعني احنا بنعمل ماتشات وديه مع فرقه معينه، وبنعمل ماتشات وديه بين 15 و17 و17 و19 بيننا وبين بعض، بحيث يجي الماتش الرسمي يبقى الاهلي بيخطف الفرقه الثانيه كلها ان شاء الله. هي المنافسه هي هي زيها زي السنه اللي فاتت، بينافسنا فرق الشمس، وادي دجله، الطيران، في الجمهوريه هيخش معانا في المنافسه الاتحاد السكندري، خش معانا سبورتنج، خش سموحه، الصيد، فرقه جامده جدا برضو. ده في جميع المراحل السنية، هم نفس الفرق اللي بتنافسك. احنا عندنا ما شاء الله السنة دي ولادنا في المنتخبات الوطنية المختلفة بنسبة لا تقل عن 70%. منتخب الناشئين رابع عالم، منهم 8 ولا 7 من ال 14 لعيب. منتخب شباب بتاعنا اللي هو سادس عالم، نفس العملية، 8 لعيبة. منتخب الاشبال اللي لسه عاملينه السنه دي برضو في عندنا عدد كبير ما شاء الله. فالحمد لله احنا بن بن بنوفر للمنتخبات الوطنيه لعيبه تقدر تلعب على مستوى عالي على مستوى الدولي ان شاء الله. احنا مطلعين للفريق الاول السنه دي، عندك اهو ابطال ناشئين رابع عالم، ابطال الشباب سادس عالم، اختار من دول على اللي عندك في الدرجه الاولى واعمل احلال وتجديد زي ما انت عايز. يعني انت ممكن تعمل فرقه تلعب 10 سنين قدام ان شاء الله. نفس الطريق اللي احنا ماشيين فيه، في نجوم تانية طالعه جديده هتضاف للي هم وصلوا للدرجه الاولى او اللي هم لعيبه مع الشباب وعينهم على الدرجه الاولى، في نجوم طالعه من ال 13 ومن ال 15 ان شاء الله برضو نفس العمليه. فدايما الاهلي ولاد وعنده احسن مدربين في مصر في النادي الاهلي.